فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين ما زلنا نبحر ونتدبر ونتأمل في أسماء الله الحسنى واليوم نتحدث عن اسم عظيم من أسماء الله الحسنى هو العظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الواقعة فسبح باسم ربك العظيم. ما معنى العظيم من الناحية اللغوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد كلمة عظيم تطلق في اللغة العربية على معانٍ ثلاث بإختصار المعنى الأول أن يكون يعني عظيم الرتبة وعظيم الشأن سواء وصف به إنسان أو وصف به غير الإنسان وورد هذا في القرآن الكريم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المعنى الثاني لعظيم هو ضخم او ضخامة وخاصة إذا كان ضخما الجثة فيقال الإنسان الضخم أنه رجل عظيم وأيضا المعنى الثالث والأخير هو العظيم بمعنى الكثير العدد فيقال مال عظيم أو عنده مال عظيم بمعنى أنه مال كثير جدا وواضح أن هذه الإطلاقات اللغوية طبعا لا يمكن أن تنسحب كلها على تسمية الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم ولكن سنعرف أن هناك نوع معين أو يعني معنى معينا بمستوى معين هو الذي يليق بتسميته سبحانه وتعالى العظيم. من هنا نقول ان المعنى الاول هو الذي يمكن ان نستقي منه اسم العظيم بالمعنى الذي يليق بذاته سبحانه وتعالى عظم سبحانه. الشأن وهو العظم وهو العلو آه. علو الشأن سبحانه وتعالى. ولكن يعني نلفت النظر سريعا إلى أن الآيات التي وردت في القرآن بهذا الاسم منها مثلاً يذكرون وهو العلي العظيم. م. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الواضح في هاتين الآيتين أن الوصف العظيم متجه إلى الله سبحانه وتعالى للذات العالية. وهو العلي العظيم. إنه لا يؤمن. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وكثير وحضرتك ذكرت قوله تعالى فسبح باسم ربك باسم العظيم ربك العظيم دي فيها خلاف يعني قالوا الوصف هنا الوصف للاسم وليس لله سبحانه وتعالى يعني فسبح باسم ربك العظيم فسبح بالاسم العظيم لربك بداوا يقولون هل الاسم هو المسمى ولا غير المسمى فاذا كان الاسم هو المسمى فالعظيم ده ينصرف الى المسمى وإن كان غيرا يبقى العظيم دي لم يوصف بها الرب وإنما وصف بها اسمه يعني دي قضية لغوية دقيقة هي ليست لغوية هي فلسفية بين المعتزلة من ناحية وبين الأشعار مشكلة يعني